آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے بارگاہ الہی میں قرآن پاک کی آیات جلیلہ کی تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا اویس سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ ربوبیت میں قرآن پاک کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کی کثافت کو دور فرمائیں. جناب اویس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ عز و جل I will be fortunate to recite سورہ ملک. It is in the hadith that Sayyidina Abdullah ibn Masud رضی اللہ عنہ stated, when a person goes into his grave, torment comes towards him from the direction of his feet. His feet will say, there is no path for you from my side, because this person used to recite Surah Mulk at night. Then the torment will come towards him from the direction of his chest or stomach. His chest or stomach will say, there is no path from you from my side, because this person used to recite Surah Mulk every night. Then the torment will come from the direction of his head. The head will then say, there is no path for you to come from my side, because this person used to recite Surah Mulk at night. SubhanAllah, my dear son brothers, we are lucky. Those people who are lucky and you get to recite Surah Mulk before going to sleep, what do they get? The punishment of the grave is taken away from them. So inshallah azza wa jalla, if we make our habit, inshallah, the torment of the grave will not come to us. Inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى فطور. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي صويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين ومن معي من عذاب أليم
توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أموت بالله صدق الله العظيم.